60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعو برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 61 من العام 2016. في هذه الحلقة يتقدم وحده مشهد حلب، مشهد الإنجاز والانتصار، مشهد سيادة الدم على كل محاولات التخريب، مشهد تقدم مواكب الشهداء الذي يصنع نصرا تاريخيا يغير معادلة المنطقة والعالم، مشهد سبابة سماحة السيد حسن نصر الله الذي قال قبل شهر وعد وهو وعد الله بأن النصر آت وبأن حلب ستكون مفتاح التغيير في المنطقة كلها، وأنه إن استدعى الأمر أن يكون شخصيا فهو سيكون، وأن المقاومة قررت ونفذت قرارها. هو وعد سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن حلب ستكون مقبرة أوهام أردوغان العثمانية ومقبرة السلطنة ومقبرة الأحلام القائمة على الاستعباد والعودة إلى أيام الانكشارية. حلب ستكتب تاريخ سوريا وتاريخ المنطقة وتاريخ العالم، ليس فقط لأنها عبر التاريخ كانت المفصل الذي ترتسم عنده خرائط المنطقة، وليس فقط لأنها في الجغرافيا البوابة التي تكسرت عندها أحلام الغزوات الأجنبية كما تكسرت عندها أحلام السلطنة كما تكسرت عندها أحلام الاستعمار الفرنسي، بل لأنها هي العاصمة التي عصمت سوريا عن الفتنة وعن المذهبة وعن محاولات تقديم مسلمي سوريا بيئة حاضنة للإرهاب وللتكفير. في دمشق وقف أهل الشام، لكن الاختبار الأصعب كان في حلب، حيث تمكن التكفيريون والإرهابيون من خلال الغطاء التركي الذي يقدم عبر الحدود أن يفعلوا ما لم يستطيعوا فعله في الشام. ففي الشام بنيت الدولة الرئيسية، والشام ليست على حدود الأردن ولا على حدود تركيا ولا حتى على حدود لبنان، هي محمية بغلاف بشري سكاني جغرافي داخل الأراضي السورية. حلب على التخوم، حلب خط الثغور، حلب هي عنوان الاستهداف المباشر للدور التركي في مرحلة العثمانية الجديدة. حلب هي بوابة أحلام أردوغان للمنطقة كلها، وهو من دون حلب سيسقط، وهو لهذا يسقط. مشروعه الأساسي في أن يكون هو الرمح التي تراهن عليها أمريكا في الإمساك بالعالم الإسلامي بواسطة تنظيم الإخوان المسلمين واستطرادا في محاصرة روسيا والصين، ليكمل ما أنجزه الأمريكي عبر الاتحاد الأوروبي في وراثة دول أوروبا الشرقية والتقرب من حدود روسيا إلى أوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق. هذا الحلم كله حلم الإمبراطورية الأمريكية المتوقف من جهة على نجاح العثمانية الجديدة، والمتوقفة هي من جهة أخرى على نجاحها في حلب. هذا الحلم ينهار في حلب. مهما حاول الأمريكيون أن يقولوا غدا بأن الإنجاز ضد الإرهاب هو جزء من شراكة يدخلونها مع روسيا، فهم يعلمون أن الذي جرى في حلب هو سقوط مملكتهم وإمبراطوريتهم العظمى التي أرادوا أن يقيموها على جماجم الناس من حربي أفغانستان والعراق، وعندما فشلوا جاءوا إلى حرب تموز التي خيضت في مثل هذه الأيام قبل 10 أعوام، وعندما فشلت ذهبوا إلى مشروع الأخونة تحت مظلة السلطنة وقالوا بواسطة تركيا الأطلسية
نستطيع أن نمسك البلاد العربية بقدر من التنازلات نرتضي فيها إطاحة الرؤوس التابعة كمصر، كتونس، كليبيا، كالجزائر، كاليمن. طبعا أنا لا أقصد الرؤوس التابعة في ليبيا وفي الجزائر أو حتى في اليمن، أقصد النية في إسقاط أنظمة حكم يمكن العبث واللعب على أوتار قوتها من أجل الوصول إلى سوريا، وعند الوصول إلى سوريا تكتمل حلقات السلسلة. طبعا في مصر وتونس كان بيدهم القدرة على تحييد الجيش، في ليبيا اضطروا للتدخل العسكري المباشر، في الجزائر فشلوا، في اليمن استعصى المشروع. ومن يقيس الأمور سيعلم بأنه حيث يكون الجيش مطواعا ويستطيع الأمريكيون العبث فيه نفذ المشروع بأسهل وأقل التكاليف كما حدث في تونس ومصر، لكن حيث يكون أيضا الجيش حاضرا والشعب واعيا يرتد الشعب والجيش معا لتصحيح المسار كما حدث في تونس ومصر أيضا، وحيث يكون الجيش والشعب على قدر من الاستقلال يسقط المشروع ويضطر الأمريكي لتدخل عسكري مباشر كما اضطر في ليبيا وكما اضطر بواسطة السعودية في اليمن، وحيث النسبة الغالبة لصالح هوية الجيش والشعب ورؤيتهما الاستقلالية يسقط المشروع ويفشل كما حدث في الجزائر، وحيث الإرادة مقاومة تذهب إلى أبعد حدودها يتكسر المشروع العالمي كله على صخرة الصمود كما حدث في سوريا. عندما نقول إن المشروع الإمبراطوري الأمريكي الزاحف لإحكام القبضة على العالم بواسطة فكي كماشة، واحد منهما هو الاتحاد الأوروبي والثاني هو المشروع العثماني، وأن ما أنجزه الاتحاد الأوروبي في بلوغ حدود روسيا كان يتوقف على إسقاط روسيا وإذلالها ودفعها لتوقيع اتفاق إذعان تسلم فيه بالغاز واستراتيجيا لأوروبا، كان هذا وقفا على أن ينتصر المشروع العثماني ويكتمل الطوق على روسيا، وكان هذا يعني في ضمن ما يعني تغييرا استراتيجيا في هوية الشرق كله تصل إلى حدود الصين لكن قلبها محاصرة إيران وقطع خطوط إمدادها عن المقاومة وإسقاط المقاومة وتسيد إسرائيل على المنطقة، وهذا كله كان في سوريا. وعندما نقول في سوريا فنحن نقول في سوريا كلها طبعا، لكن في سوريا مفتاح واحد تلتقي فيه عناصر الحسم هو حلب، ففي حلب مستقبل المشروع العثماني. ما حدا بيقدر يقول انه الاردن بيقدر يعمل مشروع، لحتى نقول درعا هي الاساس. المسألة مش مسألة من نحب اكثر او من نعطيه أولوية، نتحدث هنا في الجغرافيا في الأهمية السياسية والاستراتيجية. حلب هي التي تعطي المشروع العثماني فرصة الفوز أو الهزيمة، ولا تعطيه لتركيا مدينة وموقع ومنطقة أخرى بمثل ما تعطيه حلب. بحلب بينجح التركي، بحلب بيفشل التركي، هذه أول ميزة. ثانية أن حلب هي الكثافة السكانية التي تتفوق على الشام عددا لجهة نقاء اللون الطائفي المذهبي الذي به تكون الفتنة وبدونه لا تكون. الشام هي العاصمة، هي حيث الاختلاط، هي حيث مؤسسات الدولة، صعب أن يفكر أحد بأن يجعل من الشام قلعة مذهبية، لكن التفكير كان جديا والاشتغال كان جديا والتمويل كان جديا والتبشير كان جديا لتكون حلب هي العاصمة المذهبية. ففي حلب ينطلق المشروع المذهبي وفي حلب ينكسر المشروع المذهبي على ضوء موقف أهل حلب، ناس حلب، شعب هو الذي يقرر مصير هوية مذهبية أم التمسك بالهوية الوطنية. هول أمرين هلأ معهم في أمور عديدة، لكن هول أمرين مفصليين وأساسيين، أن تنتصر حلب لهويتها السورية أم تقرر حلب الانسلاخ عن هذه الهوية السورية لحساب هوية مذهبية. لو فعلت حلب وانسلخت لهوية مذهبية تقسمت سوريا، لو فعلت حلب هذا لرأت نفسها في المشروع العثماني وانتصرت تركيا. من هزم تركيا ومن أسقط مشروع المذهبة ومن حمى مشروع الدولة السورية وفكرة الوحدة الوطنية في سوريا كل السوريين، لكن قوس نصر في حلب. الذي يجري الآن في حلب هو أكبر من أن نتحدث فيه عن مساحة الجغرافيا.
حي بني زيد الذي دخلت إليه مجموعات المقاومة والجيش العربي السوري وما سيليه، وفي كل ساعة خبر جديد، يعني اللي عم بصير بمخيم حندرات، اللي عم بصير بحي الشيخ مقصود، اللي عم بصير بحي بستان الباشا، اللي عم بصير بمناطق كثيرة من أحياء حلب، الحالة المعنوية في الأحياء الغربية في حلب، يقول إن حلب دخلت ساعة الحسم، لأن الذي جرى في حي بني زيد هو أكبر من أن يصدق بأنه مجرد فعل عسكري محترف، رغم إدراكنا لحجم الاحتراف وحجم القدرات وحجم التضحيات وحجم الدراسة والجهد التي قدمت من قبل المقاومة والجيش السوري. لكن حدثت حرب معنوية في بني زيد. بني زيد هو المعقل الذي تواجدت فيه أقذر المجموعات المسلحة وأشدها تطرفا وتعصبا ونذالة. في حي بني زيد مستودعات ومعامل إنتاج ما يسمونه بمدفع جهنم وجرار الغاز، التي تساقطت على أحياء حلب وقتلت من قتلت وأصابت ما أصابت وأحرقت ما أحرقت. مجموعات بني زيد نور الدين زنكي وسواها هي التي قتلت الأطفال والنساء، وهي التي ذبحت وسبت. وهذه المجموعات كما كان يدعى ويزعم أنها من أشرس المجموعات في القتال، هي التي كانت تتولى حماية خط الكاستيلو ومنع التقدم إليه وجزء من خط الليرمون، أي العقدتين الأساسيتين لتأمين خطوط الإمداد للجماعات المسلحة المتواجدة في أحياء حلب. ما حدث في هذه المواقع بدءا من الكاستيلو والليرمون وانتهاءا بحي بني زيد يعني أن هذه المجموعة المتورمة السرطانية قد جرى اجتثاثها، وأن الطريق الآن بات ممهدا، ما عم نقول جزدورة، لكن كما نعلم في تجارب الحروب أن تكسر السد الأول بالقوة وبالقسوة وبالسرعة التي تم فيها يعني أن باقي المواقع باتت مسألة وقت. والمعلومات التي تأتينا من حلب تؤكد أن هناك المئات من العائلات التي تجري الاتصالات لترتيب تأمين خروجها، وأن هناك العشرات من المسلحين الذين يجرون الاتصالات للانضمام إلى مشاريع التسوية، وأن هناك 7 جماعات مسلحة وحدها من حي صلاح الدين تجري اتصالات لتسليم السلاح ولتسوية أمورها، وأن المسلحين الأجانب يفرضون نوعا من الإرهاب على بعض المسلحين السوريين الذين سلموا بفكرة أن مبدأ البقاء لحمل السلاح لم يعد مجديا ولا فائدة منه، وأن الطريق الأقصر للنجاة هو في الدخول في إطار قانون العفو أو مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد. إذن نحن نتحدث عن تحول أكبر من أن نحيط به ونتخيله في حديث حلقة مثل هذه، لكن حدث هذا التحول. طبعا أنا من البدايات يعني مش عم ذكر لحتى يعني احسب بطولات، لا، عم ذكر لأقول إنه هذا معناته المعطيات التي استندنا إليها في القراءة يحق لنا الآن أن نواصل الاستناد إليها بدليل أنها أصابت. يعني عم بحكي من زاوية علمية، إنه لما كنا نقول أول آب انتظروا مفاجأة حلب، ما كنا عم نبصر ونضرب مندل، كنا منطلقين من وقائع، من معطيات، من تحليل أحداث ومواقف وسياقات وتقديرات لتفاهمات، يعني معناتها صح. إذا كانت صح فهي ستقودنا إلى استكشاف ماذا سيجري، لأنه بناء على ذات المعطيات تطورت الأمور ووصلت إلى حيث كنا نقدر أنها ستصل في مطلع آب، كان هذا تقديرنا وهو الآن يصيب، ولأنه يصيب يعطينا المشروعية في أن نستند إلى تلك المعطيات التي سمحت بأن نستقرئ هذا لنستقرئ بناء عليها ما بعدها. ما بعدها أولا واضح أن التركي كما توقعنا وقلنا لن يكون شريكا لتخريب نتائج معركة حلب، لأنه بات يعلم أن الأمر محسوم وأن كل ما سيفعله هو المزيد من التورط. هذا الحكي قبل الانقلاب بتركيا. واضح أن الانقلاب والفشل في الانقلاب وحملة التطهير بعد الانقلاب وتصفية الحساب تستنزف القدرة التركية على أن تلعب دورا، هذا مع التحليل. اليوم الذي جرى في حي بني زيد والذي يجري في مخيم حندرات والذي سيجري في حريتان وغيرها يقول بأن الأتراك أصبحوا خارج المعركة في سوريا، هذا استنتاج غاية في الأهمية. وفي توقيت ذكي أحب أن أوجه تحية خاصة للأخوة في اليمن، لقادة القوى الوطنية اليمنية، لقواها الثورية، الذين عرفوا أن هذه اللحظة هي المناسبة للارتباك الأمريكي،
وللانشغال السعودي ليضربوا ضربة موجعة تجبر السعودي على الانكفاء للشأن اليمني، ومن جهة أخرى تجعله عاجزا عن لعب دور في وقت واحد في مواجهة تحولين كبيرين، واحد في سوريا وواحد في اليمن، في ظل موقف أمريكي بات واضحا أنه دخل التفاهمات النهائية مع روسيا. وبالتالي إرباك السعودية الآن هو خير لليمن ولسوريا، لأن السعودية لن تستطيع أن تخرب لا في سوريا ولا أن ترد الصاع صاعين في اليمن. وفي اليمن إعلان مجلس سياسي لحكم البلاد وفقا للدستور وإعطاء موعد 30 من هذا الشهر يعني بكرة، من أجل أن تبدأ الناس بالعودة إلى وظائفها والجيش وعناصره بالالتحاق بثكناتهم والمصارف بالدورة العمل والمصرف المركزي بتسيير أمور الدولة وتغطية احتياجاتها، هذا يعني أن مرحلة جديدة في اليمن تبدأ. ووفقا لهذه المرحلة سيكون نتائج وتداعيات على السعودية وعلى منصور هادي وعلى جماعتهم التفاهم مع بنية مؤسسية الآن هي تدير شؤون المناطق المحررة. بدكم توحيد الحكومتين بحكومة بنزاح الرئيس وبتعملوا حكومة جديدة. بده يبقى الرئيس شكلا إلى أن يتم، لأنه خلص صلاحيته عم نحكي دستوريا، ما في رئيس اليوم باليمن وهذا أمر مسلم فيه. بيبقى الرئيس شكلا من أجل الوصول إلى هذا، بيكون في تمهيد لدستور جديد فانتخابات لبرلمان جديد ورئاسة جديدة. وبالتالي هذا الحراك اليمني في توقيته اليمني ممتاز، وفي توقيته السعودي ممتاز، وفي توقيته السوري يخدم، لأنه يشغل السعودية كما تنشغل تركيا، فتبقى المعادلة السورية لحسابات أرجحية كاسحة لصالح الجيش السوري وحلفائه. تفاهم الأمريكي الروسي ما عاد بده تبصير، ونحن من الذين قالوا عن هذا التفاهم ووضعوا نقاطه أمامكم، ونعيد التأكيد أن هذا التفاهم لا يعني أن الأمريكي بلا أوراق وأن الأمريكي يمنحنا قوس السبق، لا أبدا قصب السبق ولا قوس الناصر. الأمريكي يبدل في تكتيكاته، ينحني أمام عاصفة يعرف معه أو بدونه آب هو شهر الحسم في الشمال السوري، ولذلك خير أن يكون معه من أن يكون بدونه. وهو رايح على انسحاب من أفغانستان آخر العام، وهو رايح على انتخابات بعد 3 أشهر، وهو محتاج إنجاز بوجه داعش، وهو يملك تفوق جوي في مناطق سيطرة داعش لكن لا يملك قوة برية، وجرب حظه بقوى البرية وبيعرف أنه مش قادرة، وجرب حظه بأن النصرة قادرة أن تستنزف بغطاء تركي سعودي لتحول دون أن يكون الجيش السوري والحلفاء بيدهم زمام المبادرة، وفشلت النصرة وهي تفشل. وبالتالي لذلك هو يشارك ليكون جزء من معادلة النصر. وهذا الكلام احكيناه المرة الماضية باسترجاع كيف شارك الأمريكي في حرب النورماندي وفي الدخول إلى برلين، خشية أن يدخل السوفيات وحدهم وأن يكتب لهم وحدهم خيار صناعة النصر على النازية وشرف تحرير البشرية من هذا الإرهاب النازي. والآن واقع مماثل في الحقيقة، انتصار سوريا بدعم روسي بدعم إيراني سيعني تنازلا أمريكيا لروسيا بأن تتبوأ سدة تخليص العالم من الإرهاب، وهذا لن تفعله أمريكا، لذلك هي ستدخل لتكون شريكا، ومن قلب الشراكة ستسعى لتحقيق المكاسب. شو الخطة الأمريكية من قلب الشراكة؟ عندنا حدثين مبارح بضولنا على الخطة الأمريكية. الحدث الأول هو ما جرى في جبهة النصرة، هذا من 2 3 4 5 6، والأتراك والقطريين والسعوديين والفرنساويين عم يشتغلوا يا نصرة اعلنوا الانفصال عن القاعدة لحتى نفوتكم بالعملية السياسية، وما كانت عم تقبل النصرة ولا القاعدة، لأن النصرة هي القاعدة، ما حدا يضحك على حاله، مش بس هي الفرع الرسمي للقاعدة، مش هي تنظيم سياسي اعتمدته القاعدة، هي بنية قاعدة، فكر قاعدة، كوادر قاعدة، قيادة قاعدة، بل هي القوة الأهم في تنظيم القاعدة، وقد رفضت بكل كوادر القاعدة من كل أنحاء العالم، وانشقت القاعدة بين داعش والنصرة. الآن القاعدة بالعالم كله هي نص داعش نص نصرة اللي موجودين بين سوريا والعراق. وبالتالي شو صار بالنصرة؟
طيب هاي اللي نقال له هيك هيك وعرض عليه بيتريوس وصل يقول نحن بحاجة للنصرة كي ننتصر على داعش، كيري صار يفاوض لافروف قبل 4 شهور خلينا نجدول نصرة وداعش إرهاب لكن الحرب على داعش ونأجل النصرة لحتى نفوكس على داعش ونخوض الأولوية، وين محاولات تحييد النصرة، محاولات حماية النصرة، محاولات مد الجسور، الاستيعاب الإسرائيلي علنا عم بيقول حليفنا النصرة، ورغم ذلك النصرة لم تعلن فك الارتباط بالقاعدة ولا القاعدة أعلنت استعدادها لتقبل هذا. شو صار لحتى مبارح تم هالشيء وتغير الاسم فورا وطلع الجولاني فورا ب24 ساعة؟ هذا الهوليود شو قصته؟ يعني وين بيفيد؟ وين بينصرف؟ بيفيد. صحيح أن الأمريكي قال بأنه سيبقى يتعامل مع النصرة بصفتها تنظيم إرهابي وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر تغيير الاسم، لكنه أضاف أنه سيتابع ويتحقق مما إذا كان سيترتب تغيير على هذا، يعني فتح ملف. ومش بس هو فتح ملف، هلأ بده يبلش الداء وبده يبلش الضغط للقول أنه يبدو والله بالمحل الفلاني عم بيغيره، يبدو والله في تغيير بكذا. مش النصرة كنصرة، جماعات في النصرة تحتاجها أمريكا. هاي بنية النصرة فيها 50,000 عسكري، 50,000 مسلح، أمريكا بحاجة لآلاف منهم مش لمئات، لأنه أمريكا فشلت في بناء قوة. ترك لي الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية، ما بقى في شيء، في 300 واحد يمكن غير الأكراد، وجيش سوريا الجديد هو 300 كله. طيب شو عندها أمريكا غير هول؟ شو عندها؟ ما عندها شيء. باقي الجماعات المسلحة المنضوية في إطار جماعة الرياض، نور الدين زنكي اللي كنا عم نحكي عنه، جيش الإسلام، أحرار الشام، جماعات قاعدية يمكن أسوأ من النصرة، شو بعرفني. في واقع الحال من قلب هذه البنية الأمريكي ليش بحاجة؟ الأمريكي لا يريد أن يتولى الجيش السوري وحلفائه بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية. طيب مين في على كامل الأراضي السورية؟ في نصرة بالشمال راح ينحلق له، في داعش بالشرق راح ينحلق له، شو بيبقى؟ جيش الإسلام، أحرار الشام إلى آخره، يا بيسلموا بالحل السياسي المعروض وبيفوتوا بجزء منه بتسويات فردية كمسلحين، يا بدهم ينسحقوا. ما يسعى إليه الأمريكي الآن، انتبهوا لكلام أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي، ما عاد الحكي عن الشمال السوري، يتحدث عن جنوب سوريا ويقول أن أمريكا ستكون مهتمة لتصفية أوضاع تنظيم داعش في الجنوب السوري. شو الجنوب السوري؟ الجنوب السوري هو 4 نقاط. هو نقطة اسمها القنيطرة، يعني حدود الجولان السوري المحتل، أي أمن إسرائيل، كتير مهم ننتبه. مين في هوني؟ في نصر، والله النصرة اللي موجودين بالقنيطرة يمكن بكرة ينشقوا عن النصرة وعن جبهة فتح الشام ويعلنوا الانضمام لقوات سوريا الديمقراطية، لقوات سوريا الجديدة، يعلنوا تشكيل جديد، قوات سوريا المستقبل، جيش سوريا الغد، أي شيء، وينسقوا مع الغرفة الأمريكية ليكونوا هم جزء مما تناديه أمريكا بالمعارضة المعتدلة. هذا احتمال، مش احتمال، هذا خيار حتمي يشتغل عليه الأمريكيون. وإنه طردنا داعش من القنيطرة وتسلمت قوات سوريا المستقبل. والمحور الثاني في جنوب سوريا هو السويدة. السويدة اللي هي المنطقة التي تتشكل من أغلبية كاسحة من الطائفة الدرزية، واللي الأمريكي دائما حاططها تحت مجهر. وإذا بنرجع بنتذكر أنه إجا جو بايدن زار إسرائيل كرمال السويدة لما كان الحديث عن دخول الجماعات المسلحة إلى السويدة وتسليح أهل السويدة، والإسرائيلي مهتم وعامل لجنة خاصة للمتابعة، واتهام الجيش السوري بأنه سيدخل وسيقتحم وإلى آخره. السويدة جزء من اهتمام حقيقي لدى الأمريكي والإسرائيلي، وبهمهم أن الدولة السورية تكون ضعيفة بالسويدة وأن تكون محاطة بصيغة أو بأخرى بتشكيلات تابعة للأمريكيين. وسيسعى الأمريكيون لتجنيد جزء من أبناء السويداء لتشكيل قوة يقولون بأنها معدة لقتال داعش، يعرضونها للشراكة مع الجيش السوري في التعاون في المواجهة مع داعش. وفي درعة سيفعلون الشيء نفسه في درعة، وصولا للحدود الأردنية
التي يجب أن يكون مسيطر عليها من جماعات تتمكن أمريكا من الإمساك بها، لكن الذي يعادل أهمية الحدود مع الجولان المحتل هو الحدود مع العراق من الجنوب السوري، يعني من أطراف الحدود السورية الأردنية. في حدود سورية أردنية عراقية لتوصل لمعبر التنف، هذا الجزء مع بادية الشام، هذا الجزء هو جزء من التواصل بين سوريا والعراق، اللي واضح أنه الأمريكي من اليوم الأول اللي أطلق فيه جبهة النصرة ومن ثم داعش ورعاهم تركيا ومولهم سعوديا وسلحهم وجهزهم وسلمهم الجغرافيا، منذ اليوم الأول عندما لجأ الأمريكي إلى صيغة النصرة وداعش كان في سؤال دائم أنه تنظيمين مبنيين على فرضية أنه هني بين هلالين جيش السنة، وأنه هني جايين يقولوا هذا النظام الطائفي العلوي نحن بدنا نحمي السنة، بدنا نبني مناطقهم إماراتهم. طيب هؤلاء هذين التنظيمين لم يبديا اهتماما حقيقيا بأن يكونا معبرين بصورة أو بأخرى عن واقع دمشق وحلب الحاضرتين الأكثر سكانيا من جهة اللون الطائفي. ما شفنا هالقد باذلين جهد ليسيطروا بأحياء ومناطق، حتى تاريخي القوى المسلحة في أحياء دمشق وحلب في غالبها الأعم هي قوى محلية ليست داعش ولا نصرة، يعني جيش الإسلام وغيره منهم، ومثلهم بحلب، بحلب زنكي ومزنكي و... ليش قلة قدرة؟ طيب هاي اللي عنده قدرات أن يستثمر للإمساك بالحدود السورية التركية، يعني داعش راح عمل هجوم على طل أبيض ما إلى قيمة استراتيجية، وكمل بده يأخذ منبج وبده هذا ليه؟ ليأمن الحدود التركية السورية. والنصرة من إدلب وريف حلب الشمالي مهتمة بالحدود السورية التركية. طيب هاي الحدود منقول حدود الإمداد، طيب حدود سوريا العراق ليش الامساك بحدود سوريا العراق؟ طيب حدود سوريا الاردن، حدود سوريا مع فلسطين، حدود سوريا مع لبنان، منلاقي كلها يتقاسمها داعش والنصرة. هذا ان دل على شيء فهو يؤكد الاستنتاج الذي يقول ان الوظيفة والتشغيل لهذين التنظيمين تقوم على حسابات مخابراتية وليس على حسابات تنظيمية او سياسية للتنظيمين. لو كانوا هو التنظيمين مثل ما هني بيقولوا كان المنطقي جهدن هل قادر ينتشر من حدود تركيا ليوصل لحدود لبنان لحدود فلسطين لحدود الجولان لحدود الأردن لحدود العراق وبقلب سوريا يكون عنده جزء من الجغرافيا، اللي قادر يكون هيك هذا شو اللي بيمنعه كان أن يكون قادرا في دمشق وحلب لو تخلى عن كل هذا الانتشار؟ لأن هذا الانتشار إمرة، هذا الانتشار مهمة، هذا الانتشار منو ملكه، هذا الانتشار مجبر عليه، هذا الانتشار وظيفته. طيب إذا كان وظيفته الأمريكي هل يمكن أن يتخلى عن هذا الانتشار لأنه زمن النصرة وداعش خلص، أم سيحاول تعبئة هذا الانتشار بقوى أخرى؟ والقوى الأخرى هنا هي فك تركيب النصرة، منين بده يخترع؟ اللي عنده جابهم وجربهم وما طلع منهم شيء، الآن هو يراهن على أن يأتي بالنصرة بعناوين جديدة بعد الإعلان عن أنها قيد الفك والتركيب، بصير تركب مجموعات بأسماء مختلفة في درعا في القنيطرة في أطراف الحدود العراقية السورية، لأهم في الأمر أن يفصل العراق عن سوريا، هذا هم الأمريكي. وبكرة بمعركة الموصل حتشوف قوات أمريكية مباشرة تتولى جزء من المناطق الحدودية السورية العراقية، وحتشوفوا بمعارك التحرير بدير الزور محاولة لزج مجموعات كانت سابقا في النصرة أو مجموعات أخرى من ألوان أخرى تابعة لأمريكا كل شغلتها هي الحدود السورية العراقية، لحتى ما يخلي مجال التواصل السوري العراقي اللي هو مجال تعاون بين الدولتين والجيشين، لكنه هو خط الإمداد الحيوي من إيران إلى المقاومة، ولذلك قطع هذا الشريان سيبقى اهتماما أمريكيا، ومثله منع المقاومة من التمركز على حدود الجولان. وبالتالي الأمريكي من قلب لعبة التفاهم مع روسيا يحاول أن يخلق هذه الوقائع، يحاول أن يتصرف الآن أنه طيب الشمال لكم الجنوب لنا، تخلينا عن النصرة لتسحقوها في الشمال، تركوا لنا نفكها ونركبها بالجنوب. لكن طبعا أنا استنتاجي أنه هذا ما حيزبط،
ما حيزبط لثلاث أسباب. السبب الأول أن ما يجري في الشمال ما حياخد الوقت اللي بيحتاجه الأمريكي ليرتب وضع الجنوب. يعني وضع الجنوب لتفك وتركب ببنية النصرة ليمر وقت والناس تصدق انه هو مش نصرة، هو اللي طلعوا من النصرة، هو اللي صاروا باسم تاني، والله يقتلوا كويسين وما عم بيقربوا على المسيحيين وما عم يقتلوا شيعة وما عم ينزلوا ناس تكفيريا يقولوا لهم انتوا سنة صحيح بس انتوا مرتدين وقتلكم حلال. يعني 3-4 اشهر من التهدئة ممكن بعد منها يطلع الأمريكي يقول اي هاي المجموعة تم فحص وضعها وممكن اعتمادها كمعارضة معتدلة، يبدأ بتسويقها مع روسيا. صحيح كانوا بالنصرة بس هم بقيوا غيروا بدلوا. معركة الشمال لن تعطي هذا الوقت. معركة الشمال في حسم متدحرج سيفرض إيقاعه، وقبل أن يتمكن الأمريكي من امتلاك الذرائع التي تسمح بالرهان والاستثمار على بعض الجماعات المسلحة التي تخرج من النصرة أو تنشق عن النصرة أو تغير اسمها في قلب تغيير اسم النصرة، هذا الوقت ما حيحصل عليه الأمريكي. هو بده 3-4 شهور، ومعركة الشمال هي 3-4 أسابيع، وبعدها ستكون وحدات الجيش والمقاومة جاهزة هي لمعركة الجنوب. وعندها لما بدها تكون جاهزة هي لمعركة الجنوب ما حيكون في إمكانية لجماعات النصرة إلا أن يكونوا تحت سكين القتال، مش يكونوا تحت إغراء العروض بالانضمام والالتحاق وتغيير الاسم وتغيير اللون وتغيير الجلد. هذا الاعتبار الأول. أما الاعتبار الثاني فهو أن روسيا متابعة مخابراتيا لجسم النصرة، وهي تعتبره الأشد خطرا على أمنها، وهي تعرف جماعات النصرة خصوصا الأجانب منهم بمصادرهم وتكوينهم ومن أين جاءوا، ولن يكون سهلا تسويق جماعات من النصرة بأسماء جديدة وبصفتها تغييرا في السلوك وفي التوجه، وتبدي استعدادا لمد اليد والعناية والاهتمام بها دون أن تلقى تحفظا واحتجاجا ورفضا من قبل روسيا. هذا اعتبار ثاني لا يقل أهمية. الاعتبار الثالث هو عمليا متصل بسكان هذه المناطق الذين بعد أن يرون ما سيحدث في حلب ويعلمون أن هذا المشروع مهزوم لا محالة ويرون تساقطه وانهياره بسرعة البرق، لن يتساهلوا ولن يتهاونوا مع محاولة العبث بأمن مناطقهم. اللي بده يشرع وجود جماعات للنصرة ويفتح باب على أن تكون محور قتال واشتباك عم بدمر بلاده، بدمر منطقته، بدمر حاله، ولن ينجو هو من الحساب. ولذلك أنا برأيي أنه هذا الرهان الأمريكي على استخدام لعبة النصرة والإيحاء لأيمن الظواهري ليصدر ما أصدر ومن ثم تلقفه من الجولاني والصيغة التي قدم فيها، هذا لن ينجح، هذا لن ينجح، والأمريكي سيجد نفسه مضطرا للاعتراف بحقيقة أن سوريا في طريق أن تتحرر. سوريا تسير على السكة الواضحة للإمساك باستقلالها وبحريتها وبسط سيادتها. هون الأمريكي طبعا عليه أن يستعد للمرحلة التي تلي، هو مش فارغ الأوراق، هو لكل مرحلة عنده هدف تكتيكي، وهدفه التكتيكي الآن كما قلنا لا يرتبط برفض الحرب على النصرة بل بمحاولة استخراج جماعات من النصرة يملأ بها الفراغ العسكري في المناطق التي يريد ألا يتركها لسوريا وحلفائها، ويبذل جهده كي تكون تحت سيطرته بصورة غير مباشرة طبعا بمسمى سوري يستطيع أن ينتجه من قلب النصرة. هذا الشيء كمان مبين معنا أنه متسارع، وبالتالي نحن أمام مشهد يقول إن المرحلة الأولى التي سنعيش فيها انتصار حلب ومن ثم إدلب وبقية الريف الحلبي الشمالي وصولا إلى الحدود التركية مع سوريا، هذا المشهد سوف يكون في ظلاله هذا المسعى الأمريكي في الجنوب، وسيكون على الجيش السوري وقوى المقاومة فتح العين على هذا الخيار الخطر والاستعداد لمقاتلته بكل ما يمكن أن يكون من قوة. هذا بالنسبة للمشهد الذي نراه من خلال الحركة الأمريكية ومن خلال كيفية التعامل مع نتاج معركة حلب. بس الأمريكي رايح لمحل أبعد، الأمريكي يفشل في هذه
سوف لن يستسلم. الأمريكي يراهن وبيعرف طبعا بالحسابات انه في احتمال كبير تفشل، وانه هول الجماعات نفسهم ما هو يشغلهم، وبيعرف انه عندما تقرر الدولة السورية وحلفائها موعدا محددا لخيار عسكري لأخذ منطقة لأخذ مدينة لتطهير جزء من الجغرافيا، فالمسألة تكون مسألة وقت. لذلك هو يقيم الحساب الاحتياطي أن تفشل هذه المحاولة ليلجأ إلى خط دفاع آخر جديد اسمه الاستعداد للانتخابات. وبالانتخابات يشتغل الأمريكي على أن تكون الدولة السورية ورئيسها في وضع أعجز من أن يقدم أهدافا جاذبة. إذا أنت محرر سوريا، شو الهدف الجاذب؟ هو استعادة الجولان. شو الهدف الجاذب؟ هو الصراع مع إسرائيل. هذا يحاول الأمريكي ويراهن الآن على الاشتغال عليه لإفراغه من محتواه. وقدامنا مشهد يقول إن المساعي لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تكون مدخلا لتسوية عنوانها تطبيق المبادرة العربية للسلام، يقول عبرها الإسرائيلي أنه مستعد للانسحاب من كل الأراضي المحتلة عام 67 وقبول دولة فلسطينية على هذه الأرض وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين. لما بيقول الإسرائيلي هالكلام الرهان أنه ما حدا بيقدر يقول له لا. وبالتالي لنترجم هالخط هالتوجه لازم نعمل مفاوضات، والمفاوضات تنبثق عنها لجان. وإذا كان لازم ندفع شيء ثمن على الطاولة فهو دولة غزة التي ترعاها وتحتضنها تركيا، السعودية، مصر، وتتقاسم التسهيلات التي يجب أن تقدم لهذه الدولة بعد مصالحة فتح وحماس. هذا يعطي الإسرائيلي مشروعية القول أن القضية الفلسطينية انتهت، والباقي مفاوضات 20-25 سنة مش مشكل، بدها تتم على قضايا الخلاف. لكن حد هذا سيلجأ الإسرائيلي إلى القول طالما أنا حليت القضية الفلسطينية وفق مصالحي، وطالما الفلسطيني ومعه هذا العمق العربي من السعودية إلى دول الخليج إلى مصر قابل ومتحمس لمشروع التسوية هذا، طالما هيك فالمنطقي إذن أن يستثمر هذا ليذهب نحو حل عاجل في الجولان وفي مزارع شبعة، إما بالتفاوض إذا وجد أن ذلك متاحا ومتيسرا، وإما إذا لم يجد فرصة للمفاوضات بانسحابات من طرف واحد. وإذا بيقتضي الأمر حرب شكلية تحريكية تتدخل الأمم المتحدة في يومها الثاني بوقف إطلاق نار وتجبره أو تدعوه للانسحاب من الأراضي موضع التنازع، فهو سوف يكون جاهزا للتنفيذ مقابل أن تتولى الأمم المتحدة استلام هذه المناطق. ليصير المعركة مع الرئيس الأسد والمعركة مع حزب الله بعناوين أخرى وبأسلحة أخرى. العنوان الآن في سوريا هو من يربح على التكفير. طبعا الانتصار على التكفير ما رح يصب بخانة حسن عبد العظيم اللي كان عم بغطيه، ولا بخانة الائتلاف اللي كان عم يحميه اللي حمى داعش والنصرة النهول بالنظريات الخنفوشرية اللي أطلقوها واللي قالوا فيها أنه المعركة مع النظام أولوية يمكن أن يجري فيها التعاون مع جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. وبالتالي اللي بده يسجل له النصر على الإرهاب هو الرئيس الأسد، وبقوة هذا النصر على الإرهاب سيدخل المعارك التي تلي، معركة بناء الدولة، معركة المصالحات. لكن في السقف البعيد سيكون واضحا أن القيمة المضافة التي يقدمها الرئيس الأسد في سوريا بعد إسقاط مشروع التكفير ومخاطر مشاريع التفتيت والتجزئة والمذهبة سيعيد السوريين إلى عروبتهم من بوابة فلسطين. ومعروف أن السوريين اليوم كتير يشعرون بالخيبة والإحباط من كلمة وعنوان العروبة بسبب التجارب التي مروا بها، سواء مع المقاومة التي مثلتها حماس وتغيرت، أو بالصورة المقابلة ما يرونه من موقف عربي سلبي ضد سوريا، لكن موقف شعبي يحسد السوريين على مكانتهم وموقفهم وعزتهم وافتخارهم، وهو في نهاية المطاف موقف وموقع وسلوك يمثله الرئيس بشار الأسد. المعركة مع الرئيس الأسد كانت ولا تزال إحدى الأولويات الأمريكية،
طيب هلا مضطر الامريكي انه يوقع على ان الاسد باقي، وانه ربما بكرة يضطر يوقع معه على تفاهمات، لكن الامريكي سيتصرف على قاعدة انه يجب ان يستعد لتوظيف نتائج التعاون مع روسيا للقول ان الحل السياسي كما تقول المبادرة التي اطلقها الرئيس الاسد، وكما يقول الان التفاهم الروسي الامريكي، ان الحل السياسي يتم من خلال الذهاب الى صيغة يمكن البناء عليها مع اطراف سورية على قاعدة انتخابات رئاسية تضمنها وتشرف عليها الامم المتحدة وفق دستور جديد يجري وضعه بعد النهاية من الحرب على الارهاب. يعني في سنة ونص سنتين بعد منهم في انتخابات، وبهالانتخابات الامريكي يريد اما الا يترشح الرئيس الاسد، وهو وقع على ان لا مانع من الترشيح لانه ما في قدرة بالكون تقدر تفرض غير هيك، والروسي متمسك وصلب وثابت عند هذا العنوان، وكيري على كل حال من شهرين وثلاثة بلش يمهد، بلغ جماعة الرياض بأنه حضروا حالكم اللي بده يتخلص من الرئيس الأسد الطريق الوحيد هو صندوق الاقتراع. إفقاد الرئيس الأسد بريق موقعه المقاوم هو جزء من ضرورات المعركة الانتخابية الرئاسية القادمة في سوريا. يعني إذا الجولان مرجع، وإذا الفلسطينيين قاعدين على طاولة المفاوضات، وغزة دولة وهي عنوان دولة فلسطين، والنقاش يجري على حدود 67 والقدس واللاجئين، ومزارع شبعة مرجعها الإسرائيلي، طبعا وهذه هي الرؤية الأمريكية لربط الحل في الصراع العربي الإسرائيلي بالتزامن مع الحل في سوريا كي يتسنى خوض المعركة الانتخابية بأوراق قوة وإضعاف أوراق القوة التي يمتلكها الرئيس الأسد. وأهم ورقة قوة يمتلكها الرئيس الأسد هي تعبيره عن الإرادة السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وفي تحرير الأرض المحتلة. طيب إذا تحررت الأرض المحتلة، إذا رجع الجولان وإذا رجعت مزارع شبعة، سيكون من الصعب خوض المعركة تحت هذا العنوان لا في سوريا ولا في لبنان. وبلبنان الرهان على تطويق حزب الله من هذه البوابة، من بوابة مزارع شبعة خي وتركوها الإسرائيليين وفيها يونيفل. طيب وباقي الجنوب محرر وبيد بضمانة دولية ومفاوضات فلسطينية إسرائيلية، أي مبرر إذن للسلاح؟ وسيكون متاحا عندها فتح ملف السلاح والعودة إلى نغمة البحث بمستقبل السلاح. فإذا نحن أمام تسليم أمريكي بأمرين ومحاولة انقلاب أمريكي على أمرين. الأمر الأول الذي سلم به الأمريكيون هو أن روسيا تقود الحرب على الإرهاب بمعادلتها برؤيتها بجيشها بقدراتها، وهو يساهم. المسألة الثانية التي سلم بها أن سوريا هي الحلقة المركزية، وأن في سوريا الأمر هو الرئاسة، وهو سلم بالرئاسة لأنه من دون التسليم بالرئاسة لن يستقيم التعاون الأمريكي الروسي. بالمقابل هو يشتغل على قضيتين معاكستين. القضية الأولى التي يشتغل عليها الأمريكي هي تسوية يذهب إليها الإسرائيلي، وهذه التسوية تضعف فرصة تقديم صورة الرئيس المقاوم في العملية الانتخابية. هذا عامل بده يشتغل عليه. والعامل الثاني اللي بده يشتغل عليه الأمريكي هو أن يمسك هو عبر الجماعات المسلحة التي يتولى إنشائها وتدريبها وتجهيزها مناطق الحدود، ليجعل من سوريا حالة عاجزة عن التماسك والاستقلال من خلال إبقاء جزء من الجغرافيا لا يمكن دمجه بدون تفاوض سياسي على الضفة الأخرى يكون الأمريكي في هذا التفاوض السياسي. هاي عمليا الرؤية التي يمكن أن نقول بأنها تعبر عن الاتجاه العام لحركة تفاهم. أكيد لم يعد ثمة مجال فيه للعودة للوراء. هذا التفاهم يتم على أرضية الشروط الروسية، على أرضية الرؤية الروسية، على أرضية متغيرات سيكون من ضمنها إغلاق الحدود مع تركيا مع هذا الانكفاء الكبير لحزب أردوغان ولحكمه. رح يكون فيها أيضا سعي أمريكي لإملاء الفراغ الناتج
عن أي شطب لجماعات داعش والنصرة بجماعات يستقطبها الأمريكي من قلب النصرة ويعيد تشكيلها وفكها وتركيبها وتوضيبها وتقديمها بصفتها جماعات معتدلة، وبالتالي في قلب هذا سيكون الذهاب إلى الرئاسة والانتخابات الرئاسية من باب التسليم الأمريكي باستحالة الحديث عن تنحي الرئيس أو تنحيته، والتسليم بأن الحل السياسي عنوانه بقاء الرئيس. وإذا كان كذلك فالاستعداد للانتخابات، وفي الاستعداد للانتخابات سيشتغل الأمريكيون على أن يكون لهم تصويتا فاعلا مؤثرا. إذا لم يقدر على صياغة الرئيس فعلى الأقل أن يكون قادرا على امتلاك قوة نيابية لا يمكن الاستهانة بقدراتها، ولا يقدر يوصل لهون التسوية للقضية الفلسطينية، التسوية لقضايا الصراع مع إسرائيل، حتى انسحاب من الجولان ومزارع جمعة قد تكون خيارات متاحة مطروحة في الحساب الأمريكي الإسرائيلي للمرحلة القادمة. خلط أوراق كبير سنكون على موعد معه في المنطقة، خلط أوراق يعني أن الذهاب إلى التسوية حتمي، لكن كل فريق سيسعى إلى تحسين أوراقه وشروطه التفاوضية. وفي قلب هذا السعي للتحسين واضح أننا أمام مسعى حسم سريع في حلب، مقابله أننا أمام عبث وإعادة فك وتركيب لبنية جبهة النصرة. هذا هو الاشتباك، هذا هو السباق، لكن القضية التي ربما سيعرفها الأمريكي والإسرائيلي هي أن المقاومة التي أظهرت أنها قادرة على حمل 10 بطيخات بيد وحدة، أن تقاتل على الجبهة مع إسرائيل، أن تقاتل على الجبهة مع الإرهاب، أن تنتبه وتهتم لكيفية تأمين خطوط إمداد نوعية للعراق، لفلسطين، لليمن. عندما تتمكن هذه المقاومة ومعها هذا الجيش السوري من إدارة متعددة لملفات متباعدة، فلن يكون صعبا عليها أن تكون تدير ملف جبهة الجنوب وهي تحقق الإنجازات في جبهة الشمال. وفي جبهة الجنوب على وجه الخصوص قضية المقاومة الأولى نظرا للتماسي مع إسرائيل. لنختم بالقول إن المقاومة قد تجد بعد الانتهاء من معارك حلب أن موقعها الطبيعي ربما يكون في جبهة الجنوب، بينما الجيش السوري يتولى الاهتمام بمستقبل الرقة والحسكة ودير الزور. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.